في الفقرة الترفيهية محمد أحمد، شنو في فقرة الثقافة وهي قريبة من الترفيه، فحضر لنا شنو اليوم. أهلا ومرحبا بكم، أشكركم في برنامج لاليكم، هذا البرنامج الصباحي الجميل. وهناك ارتباط بين الشعر والشاعر والصباح بجمال الدائم، فأريد أن أتحفكم في هذا اللقاء الجميل جدا يا أخي. قصيدة وأجمل ما يأخذ النفس ما قيل في الغزل، يا سلام. وقيل في وصف النساء وصف الجمال، يا سلام. طبعا القصيدة أقول فيها: قلبي هواك وأنت محض ودادي، قدر المشيئة حال دون مرادي، سبب لديك يمدني وأمده من حر دمعي كان حر مدادي، ما للهوى حتى وإن كتمته بالدمع يفضح حكمتي ورشادي، هل كان حظي من هواك تألم وتحرق تكوى به أكبادي، أم أنني أخطأت حين وهبته نبضي وقافيتي وبوحي الشادي. أمشي إليك وفي خطايا تعثر، أملي تبعثر في صميم فؤادي، حسناء أنت من النساء جميعهن، الليل أشرق من سناك البادي، من حسن يوسف أنت حسن كماله، ومن البتول تعفف بك هادي، حسناء هذا الحب ينطق لا أنا، قلبي يسير على صداه الحادي، إن غبت عني لست عنك بغائب، قلبي أسيرك لا تحل غيابي. يا سلام. كلام جميل جدا على المرأة أيضا. لا دي رسالة، رسالتك وصلت لها. حيا محمد أحمد، احنا جينا في اللفة الأخيرة وفي آخر فقرة لبرنامج لاليكو، والناس متشوقين إنه دايرين نختم بلحن الختام، فلحن الختام التالي يكون شنو يعني؟ لا نص شعري. نص شعري. ونختم به إن شاء الله. السيري قصير. قصير نعم. إن شاء الله. قصير جدا، ما طويل يعني. تمام. طبعا النص لم أضع له عنوان، يكفي أن يكون مضمونه عنوانه. إن شاء الله. قلبي تجرع واستفاض غرامه، من شوقه سار الحنين وطار، ليل الهموم على الهموم مرافقي، والحب يترك حامليه سكارى، ولقد فرشت على طريقك مهجتي وخلائقي يا بهجتي أزهارا، لا تعبري في غيره فزماننا هرم العفاف بساحه واحتارا، حلمي كأجنحة السحاب يسوقني في الأفق، أمضي سائحا جبارا كالرعد، نبضي أن أكون كما أرى، يغشى الأنام دويه أوتارا، أنا شهقة المحزون ضيعه الهوى واستاقطت في قلبه الحسرات، غرس من الورد المنمق حلمه قد أذبلته بحرها الآهات، آه من الآلام كيف أطيقها ولدي منها هذه العبرات، أنا إن أملت حصدت حلمي شوكة ألقى بها فوق الأذات أذات. يا سلام. ونتمنى أن يتحقق حلمك أبدع إن شاء الله. وأمتعتني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شكرا جزيلا لك صراحة. شكرا جزيلا الشكر لمحمد أحمد النور، وشكرا للدكتور عمر مصطفى على هذه الكلمات والمعلومات المفيدة، وشكرا لكم متابعي ومشاهدي برنامج لاليكو. خلاص وصلنا لنهاية الحلقة، لا يسونا إلا أن نشكر ضيوفنا وتقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في أمان الله.